دكتور دلوقتي الحب الاول في حياتنا هو اول احساس بنحسه ولا الحب الاول هو الحب الناضج اللي بيجي في سن معين؟ الحب الناضج، لا هو الحب الاول هو اول حب ساب علامه جواك، اللي هو غالبا بيكون حاصل في سن بدري، في سن مراهقه. هو ده غالبا اللي ساب علامه جوه، لانه كان اول تجربه في كل حاجه، اول مره تحس بالحب، هو كان نقدر نقول هو اول طريق الادمان. لان الحقيقه ان المخ بتاعنا بيتعامل معاه زي المخدر بالظبط. احنا مخنا بيطلع اوكسيتوسين، بيطلع دوبامين، بيطلع موصلات عصبيه اللي بنقول عليها مجازن هرمونات السعاده. هرمونات السعاده دي بتطلع لاول مره مع الحب الاول، فبتسيب عندي ذكرى ان انا بدمن هذا الشعور. يجيلي ادمان ان انا عايز الاحساس ده مره واثنين وثلاثه. عشان كده بنخش في قصه ان يفضل معايا لسنوات، والحب الاول ما يتنسيش، والقصص اياها. اوكي طيب دكتور، بدايه الحلقه كده كان فاروق بيقول وما الحب الا الحبيب الاولي. يعني من ناحيه علميه بقى ونفسيه، دي صح ولا لا، او ايه تفسيرها؟ لا طبعا هي لو بنتكلم من ناحيه نفسيه هي غير صحيحه. أوكي. بس طبعا فاروق كلامك صح اكيد. بس لو من ناحيه نفسيه هي غير صحيحه، لان الحب مشاعر متجدده. لو انا وقفت عند علاقه واحده او عند تجربه واحده او عند شعور واحد، فانا عمري ما هتحرك لقدام. لا، هو الحب الحقيقي هو الحب اللي انا عايشه بكل مشاعري. يعني واضح جدا ان احنا بنخش تجارب بعدها بنرجع نندم بالظبط، او بطلع من التجربه اقول هو ده ما كانش حب. انا كنت معتقد وقتها اني بحب، بس بنسى الشخص بعد شويه، اقول لا انا كنت عايش علاقه مش كويسه. فالحب اللي بيفضل جوانا هو الحب الحقيقي، مش الحب الاول. ممكن يكون الاثنين حاجه واحده مع بعض الناس، وغالبا ما بيكونوش حاجه واحده. يعني وارد يعدي عليها التجربه وتنتهي، تبقى سايبه جوايا اثر. تمام. حلو او وحش، بس مش بالضروره خالص تكون حب حقيقي. أوكي. لكن مش مرتبطه بسن معين الحب يعني الاول. طبعا مرتبط بسن معين، انه غالبا في اول يعني من 15 16 لحد حاجه 20، هو ده الوقت اللي بيحصل فيه غالبا تجربه الحب الاول، اللي هو وقت المراهقه. اللي هو وقت المراهقه بالظبط. هو ده اللي بيخليه الحقيقه بيسيب عندنا الاثر. لاني بدخل في التجربه دي وانا مخي لسه بيكتمل، في مرحله نمو مخي اللي لسه ما اكتملش فيه. علشان كده اللزقه اللي بتحصل ما بين المشاعر وما بين الاحساس اللي بيحصل لي جوايا، هو ده اللي بيخليه مكمل معايا. اوكي. مخي بيكتمل بالمواد الكيماويه دي. مخي بيكتمل بالتجربه، فما بطلعش من التجربه زي ما دخلتها، بطلع شخص مختلف.